هذا بلد ترسوه مخدرات، ترسوه اذيه، ترسوه فوضى، ترسوه زنا، ترسوه ملاهي، ترسوه خمر، ترسوه حبوب. بلدنا منتهك من كل الجهات، ومع الاسف الان حاله بالبلد هي اكثر من الارهاب هو انقطاع الماي. بطل من ابطال البصره وليدي، انت طالبت بحقوق البصره، طالبت على مود مي مالح. قانوننا قانون، هذا منتمي لفلان جهه، لا تحاكي مدلل. والقانون يطبق على الفقير، مليارات يبوقون ما حد يحاكيهم، والفقير يبوق لقنينين حكم 20 سنه.